البنات صباح النور، صباح الرباح، صباح التيسير والرزق الكثير. انا غنبدا غادي نجبد هذوك الحمالات تاع الفرن، حديدات غادي نغسلهم باش تشوفهم كيصبحوا. غتسمحوا لي البنات، حدايا واحد جاري كي يلا يفات يكون صداع. هنا البدة مريقة، قبل شاركتها معاكم حيت مريقة عادية، درت فيها خيز زوج لبانة وطابة شوية ديال الدجاج. ضروري خصني نخرج هكا الزنقة ونكون غادية. الزنقة نقدر ناكل غير نشرب كويس العصير ولا ونغطي هادو لي في الدار تاهما وندوز ندير واحد الجميعة خفيفة ظريفة. شتو البارح أنا ضرفت الدنيا في الليل، داكشي مبقاش عندي بزاف ديال الشقة. صافي البنات راني جات راسي، جات ريحانه من المدرسه ما قارياش، غادي نديها معايا تخرج حتى هي شويه. صراحه ما خرجتش شحال هذه، وغنمشي نبدل الصابون حيت كما قلت لكم في الفيديو السابق راه كبير، ونوريكم فين كاينه المكازا اولا المحل المهم اللي كاين في المعارف. انا دابا راه غادي نشد، شوفوا متعيوش ليا على الزيف الله يعطيكم الستر، هذا اقصى جهدي في الزيوفه، ولكن غنمشي نشري الزيوفه ديال ليك راه يكونوا كبار. تعلمت واحد الشده زعما، ايوا هذه هي الشده اللي كتجيني زعما مناسبه. ولبست البنات جلابتي الكحله، ملي كنخرج كنرتاح في الكحل اكثر. الكحل واخا مثلا تبقى شي حاجه طيحه عليك ولا ما كتبانش، جبت ديك الجلابه الكراميل ولكن حطيتها حيت هذيك صراحه انا بغيت تخرج شي بلاصه هكا ما غتاكلي فيها ما غتشربي فيها حيت بالزربه كتطبع. صافي انا غادي نخرج دابايا ونتلقى ان شاء الله باذن الله مع نهيله، وتما غنشارك معكم كلشي. صافي البنات هنا ركبت في الطوبيس. بالنسبه للترونسبور من الازهر كناخذ 82 كيحطني في الاخر ديالو، وكناخذ طاكسي صغير تقريبا ب 8 دراهم. هنا تلاقيت مع واحد المتابعه كانت جالسه قدامي كتسكن حدايا في الازهر، ومسكينه عرضتني قالت لي انا غادا عند خالتي يلا تاكلي معايا كسكسه. قلت لها لا، حتى المره اخرى ان شاء الله، الله يحفظها يا ربي. والله الا ولي الشرف ان عندي اخوات بحالكم، حيت تلاقيت مع واحد الاخت في المعارف في نفس المكازا ظريفه، وسبحان الله كلهم ملي كتلقى مع الاخوات نفس كيبان لك كيف هذه كيف هذه، الظرافه الهضره بشويه الصواب الاداب. الله يعطيكم ما ناويين في خاطركم ويبعد عليكم ان شاء الله الخلق. وبالنسبه للفيديو ديال الاخير لقيت فيه تفاعل والناس عجبهم الموضوع، وقال لك خديجه كل مره هضرينا على موضوع هكا. ان شاء الله باذن الله بحكم تجربتي اللي كنقول بعض المرات فاشله، ولكن واخا تكون فاشله الواحد يوصل التجربه باش واحد اخر يستفاد ان شاء الله هكا من التجارب اللي بعض المرات كنكونوا كنديروا شي حوايج حنا عاد بان راهم مزيانين، ولكن هما راه كيضرونا اكثر ما كينفعونا. هنا راه شديتو غادي ننزل حدا التوين بالضبط. حنا وصلنا البنات، هذا هو الشارع، الشارع الكبير حدا التوين. انا غندور مع الزنقه هذه غنوريكم مازال. هنا البنات هاد البلاصه معروفه، كاينه واحد الجرده هنا وكاين ماكدو لهي عارفين اينو هيا. زدت الخبر لا درت نتلاقى في المكازا. نمشي خكينا هاد المارشي هذا فيه النوار ياكو، ونفاس معاه مارشي ديال هذا شي يقولوا ليه مارشي كيديروا فيه الخضره والحوت ها هو. شوف واش كاينه هنايا. نعم درت معاه الداخل هذا فيه النوار، كاينه هي الداخل تما. شوف واش كاينه هنا، كاينه بيك ديال وحدها المكازات وراه حداهم ها هي نهيله. تهطلت عليك الحب دغري قال سعيد مصطفى قال لي راه خرجت كبيره خرجت. هادشي الطوبيس اختي ساعد المكانه كنتمنى مشكي خارجه كنزرب على قبلك. سلموا عليك باش ما تقلقيش. لا لا انا خلص عليا شي حاجه ساعه ما نتقلقش. يلا نخلصها لك. قلت لي حط الصنداله قدام عجبتني شويه عاليه اجي تشوفي. هانتوما البنات راه عنده كلشي كلشي كلشي
كلشي راه جايه باغي نصور من برا حشمانه ما قدرتش نهز نسيتي السنسله يا اختي والمكانه نيد هادشي والخاتم الحرام قلبت عليه تعيت شتو قلتي البارحه هو اللي بغيتي تقلبي عليه هو بحكا بصح ما هزيتوش لك والله ما هزيتش في البارح هزيتها اليوم يا عبد بالله باش طابان تفكرت وانا نقول لك هزي ونقول علاش ما نهزوش انا لا اختي هزيتي الاولى ويلي شتي دابا هذه 39 كبيره 39 كبيره كاين هذا باينه فاكس كبر كبار بحال الاخرى فين فهمتك من عليه كبر عجبوها هادو قالت لك انا عجبوني هادو في خبارك زوينين فن لا 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 هادو ماني خارجين زوينين شوفي هادي لا هذيك زوينه هي زوينه شويه هذه عاليه شويه فهمتي على حساب باش ما تضرش انا بغيتها بها بغيتها سامبل هكا ولكن ما بينش اللي خدمتها في الكحل ولكن ما كنضوش واش كاينه في الكحل الكحل عاليه نشوف هذه اللي خدمتها في الكحل هادو راه ب 200 اه ولكن راه زويني فني هذه كبيره هاد النمره نشوفوا النمره 37 هذيك صغيره يعني نشوفوا 8 ها هي تسعود تلبسي مع سيدي ولاد جين دابا انا ما نلبسهاش خبارك عرفت ما تلبسيهاش دابا اللي كتخرج ليا صباعي كله ما كنبغيهاش كيعجبوني هي شوفوا البنات انا راه نموت عليها نموت على هذا الشيء الطلاق ما كاينش راه يضرك في رجلك ما جاتنيش اي الطلاق ما بغا يتخشى مسكين كاع ما قدرش يتخشى لا راه رجليا منفوخين دابا حيت بقيت جالسه في الطوبيس ساعه صاحبتي وانا جالسه وكيل عامر خاوي لا خاوي هو ساعه ما يجيش بكم ساعه كلها لا خاوي انا بقى خصوصا عامر صوت لاش نخاف 4 دقائق بس هو راه كيحطني طلبت مع 4 قسمين القيس ديال 4 غير وقفت انا هو زاد جيت كنجري باش نشد 4 قسمين وصلت مع ديك العروب اي صافي هي هذيك قلت لهم ناخذ هذا الطالون ديال ساندريا باش طيح ليا ويجيني شي اميه 180 امك شي مشكله كان يجي امير تكون حتى ب 200 كاين امير باش شي واحد سميتو امير غيجي لا ويس امير كان عجبتني هذه فنه زوينه عرفتي شنو مريحه شحال النمره هادي هادي هاي كتكون في الجنب هادي 40 خصك داس ما كتجي هنا حفظتيها او راه كنت كنقلب على هذيك المره انا ما عجبونيش هادو هي عجبوها لا راه هادي راه خير شي لقيتهم في السلطان قال لي 130 في السلطان ما عجبتكش انت دابا هادي انا ما عجبتنيش هي كتجيب بحال ديال الدراري ولا بحال كنشتيهم ولداتنا ملي كانوا صغار بحال داك الظهر ديال الحال السلحفات بحالك جات ما عرفتش شوفوا البنات مختلف ها هي اللي خديتها شنو زوينين هادو لا تحليل ما عجبتنيش شي دابا انا وياك نختارفو هادي هي زوينه هادا بس هادي هي ما نلبسهاش فنة شحال زوينه شتي بحال اللي ميكا كتبان فنة زوينه حتى اللي لتحت ديال ايرميس هي زوينه راه اللي فيها اش اللي حدا ديال جينيت هادي اه هادي غوتشي زعما هي كتلقاوها صراحه مفين يا هي ماشي زري ولكن كتلقاوهم فيني وزوينه هادي هادي جيني كبيره كتبه طويله من القدام بزاف واطي والطالونات تما زوينين شنو هادي النمره 7 هاد زويني تما فين اللي وريتك في ابي فيديو فنين كاينش هادي قدي بعدا هنا كاينش هادي اللي وريتيني في ابي فيديو ثاني تا هي وريتها لك ولكن صراحه عجبتني هادي شي حاجه اللي قريبه لهادي حتى هادي زوينه اللي هذا في يدي سنيدي راه هي زوينه حتى هي زوينه والبليغات اللي كنت شدت اختي قدام هنا ما هما باقي بلا غير هنا حق تسالي ندورو غير بشويه هادو هما اللي كنا نشوفوكش ندورو بشويه باش نشوف لكم الناس هادي جات هي الوايله بحالها صراحه والله هي تزوينه ومريحه وحق الله الا مريحه نشوف هادي النمره صغيره ها 8 شتي هي 40 وقيلا اختي حيت هما تيوسعوا شويه يعني انت اذا شحال كتلبسي انت 9 تلبسي 40 كنت شريه 40 رجلك 40 و 41 وقيلا 41 والله ما عقلتش شحال شتي بحال هادي هادي شحال هادي 9 صافي هادي النمرة 9 اه
دابا تسعود يلا غتكبر تجي هي هذيك حتى نهار 40 ولات كتخرج ليا رجلي كلها وتربى في عزك قالت لك تكبر تكبر في رجلي انا عجبوني هادو هما اللي خارجين دابا كانوا خارجين شحال هاد الشهر عند برا عجبوني ودابا يلاه خارجين زبيوني كيشوفوا اللبسه فين يقدروا هكا البنيات قد تلقى يلبسوا لا كيلبسوهم كيلبسوهم ياخذوا محمد اختي هادو 80 وراه الاسمين اللي كاين هنا كايناش في بلاصه اخرى بلاصه اخرى قيسها زيد 400 ريال بحال ديالك اللي خديتي سولتو قال لي 180 هو 160 تهدي زوينه في هاد اللوين شحال قمي كيتحيد لك حل كتبان الصندالة كتلبسها مع شلابة بلوماغين كتجي زوينه مع عبايات مع عبايات عجبتني حتى هذيك اللي فيها مخطط بحال النايفيه هي يعني حتى هي شو بشكل اخر فنه زوينه هذه زوينه تجي مع سلي ولاد تجي فنه سيوات هكا في الصيف هذه انا شويه صغيره اما هي زوينه نشوف هذه شحال نمره الربعينات ما قيستهاش لا قيسه كي جات وشوفي انت واش جاتك مشينا ما جاتني راه عندك بحالها يعني عارفه كتجيك زوينه زوينه حلوه انت في السفر ديالها ولكن خدي هذاك اللون زوين تجين هذا غادي يجي مع بزاف ديال هذا بزاف ديال اجي نشوفو ما تاخذيش انت غادي ناخذ شي حاجه ما عرفتش نقدر ناخذ سبرديله نقدر ناخذ صنداله اذا كنتي بغيتي بحال المزغبات ياك باش تلبسها معايا واخا وليت حافظه ولا انت كديري معايا ما ديرش معاك لا ندير انا انا ندير حتى حد ما يدير معايا اي اختي داك ناقص نسكنا في البيت انا بقيت لا راني واقفه وما دويتش وانا راه بقيت واقفه قبيله يا صافي عاد دخلت لا ما عاديش انتم شاهدوا صافي شاهد عليك ام صعيبه داك النهار نهار كتشاهدي ليا امك داك النهار انا راه سيت في المدينه ومشيت تحت لا كنتي كتغوتي دابا كنتي كتغوتي قلت لي شنو فيها لا تسنيتي واش فيها لا فيها هادي زوينه صافي راه قيستها قبيله قلنا لك شنو يا ربي السلام وتعيب عليا انا انت هادو زوينين انا شوف هاد البليغات كيجي مع الجيبات زوينين جات قدك هاديك على الدري عاديش لابس لا اختي لا دري حق الله لا ما جاتكش زوينه لا زوينه راه هي الرقيقه اصلا ما جاتش زوينه سير شوفي شي حاجه اخرى يعني دابا تاخذ هي اللي عجبها داكشي اللي كاين اجي نشوف هاد البليغه بلاتي هادي اللي غاسمع جلي الكاس كي جات زوينه ها هما هاد البري يقدر يتهرس ملي كتنفخي كلاباس حارتيني اختي في الجوع في السخفه بصح ما بينا فكس غير تغدينا وقت ما دمرتي مريقه في الكوكو انت ما عندكش ما شاء الله كل حاجه 50 كل مشايه ديال 80 ديال 150 سنوبلات ما كتمشيش بحال هذا زوين يعني شوفي شحال فنه صاحبتي بحال تجيني حسن ما تخبدلي شويه الصبر خلي شي زيتو يدخل الصيف نفسها 100 درهم شوفوا عرفتي يدخل الصيف فنه قيسيها ما فيهاش حتى ما عرفتي على مزوينات كتلبس لنا بحال هذا الشكل الصنيع التسيوات جبت مع سرا حنطه جبت مع سرا والجين زوين واش قلت لك انا قلت لك السيوله ديال الجين جي نشوفوا هاد السنيدلات اللي لابسها انا شخصي تيشوف شنو بغيتي ديري الصغار باش نوري الحكايات حنا مابقاوش عندنا الدراري الصغار ولكن البنات راه ما عندهم الدراري الصغار كنت ب 80 فني انت تجي ايون نجيو ناخذ لها من هنا زوينين يا اختي فني كنت كنجيب لكم هنا صغار وكنت كنت غير متهضر يا قهرتنا والله قهرتنا اخبارك اللي كيعجبني هادو والله يتك تخدسنا تقول لي كيعجبوني والله يا اختي زوينين شحال ديال 40 ان شاء 40 جاتني بحال 44 ويلي اختي شوفي شحال زوينه زوينه انا حيت رجلي فتحه خرجت زوينه بصح خرجوا بحالهم في صنطات الميكا يعني 300 ريال صح والله يا اختي فني انت هما هادو شوفي هادو غير انت خارجه هاد السوق هنايا ولا بالك راه زوين منظرهم زوين اي ولكن لا على حسب البلا ريحه البلا باش تمشي بيه واحد المده طويله راه كيضر هادو كلهم عجبني هذا هادو هما البنات كلهم مية شوف هذا اختي سؤال اخر
كتف كبير مياه تا هو هذا. انا نشد لكم على السويكات اخرين شوفوهم الزين. شوف ندير لهم بحال هكا. ها ما شوف الوانات هادو. الزرق شوف الزرق تاعو شحال زوين فن. تاع داك الوسطاني عجبني انا. هو اللي خديتي؟ لا ماشي هو اللي خديت انا، خديت لك حل في الاخرين. انا خديت شوف هذاك الحل اللي خديت انا، شوفي اللون هذا زوين. والاخر اللي خديت درتها هما كحل حسن. شري شتي هذاك الحل كاين هادو، هذا بحال اللي خديت انا غير هذا في البيض. كاين في هذاك الكراميل ديالو خديت انا، شوفي الوانات كلهم شتي. هادو سمو زوينين، خليتها الشهر حتى الشهر الجاي ونزيد. كل مرة وهادوك اللي وراك ما شفتهمش. هادو نفسهم 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 نيتا نفسهم. بدلت رأيها خديت بغات تاخذ هاد. لا جاوني كي المشاش زوين. لا بصح تشمشهم ريحة المشاش. لا بصح واش باش ناخذها ولا لا؟ شوفي انتي الا بغيتي تبدليها. قلت لها تزيدك بدون بلاستيك، ما تزيدكش بلاستيك؟ لا صافي بلاستيك ما مع الحال. السندة ناخذ هذه ولا لا؟ شوفي انتي اهدر ما تهزي معها راسك لا والو. لا هذه ديال الصخرة، هذه غير ديال الصخرة تخليها. شوفي دابا انتي لا غاتطيحي فيها كثر، هذه ولا الاخر الكحلة؟ حيت غادي تبدلها بوحدة فيهم. الكحلة اللي بصفي ما درتها وحدة دقيقة غنخليها لعند صافي دابا فات على صافي صافي غيخرجوا الموديلات الجداد. ثلاثة صافي الله يجعل البركة. مازال غيخرجوا حوايج جداد. وصح في هذوك الصغيفات كيسخنوا الرجل. انا وهيلا ريحانه هانتوما البنت دايرها زنقه المارشي، هذه يقولها زنقه المارشي. وبالنسبه للماحه راه سميتو مونزا. لا 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 هانتوما ها سميتو مونزا راه باين. العصير هو اللي كاين في الزنقه ديال ماكدو، راه وانيش دابا حنا ما داخلينش من الزنقه ديال ماكدو، طلعنا من التحت. هو راه بالنسبه لهاد البلاصه جيتو لماكدو ديال المعارف غتسيرو مع المارشي ديال النوار. هو غتخرج المارشي شويه كتلقاو السولو اللي قلتو ليه مونزا سميتو مونزا، راه ناقص تعب الناس دابا راه دخلنا المحلات هو ناقص عليهم. زايدين 20 درهم 30 درهم. سميتو بلاني دي فخوي. بلاني دي فخوي ما عرفتش هذاك بلاني دي فخوي معروف هنا في المعارف. لقيتو عام ما صورش ليه في البلاص. حنا دابا نمشيو شي بلاصه وناكلو حيت لا لا الماكله ما زويناش هنايا. كيبيع الطون واعر الطون الطون داك الطون الزوينه البنات. انا غنديهم عاد الدوكان انا راجل ختي فن. عشان مين كتقولي انت كما داتني انا غنديك دابا. شوف طاكسي صغيره لقيناه شفتها. شوفوا البنات كاين هذيك الرونبوا هذيك راه فوق سوفا المعارف. جيو حتى لهذيك وهبطوا المونزا نيشان البصر احسن الناس هذه. انا هي البنات جيت من المدينه من المعارف هبطت المدينه ودخلت بلاصه الحوت ضروري نزور ديك البلاصه. جبت البنات الشرغو داير 25 درهم، جبت كيلو ونص تقريبا. ها هو ها هو شدو غسلو ليا ما غنقاه غنديرو بحال هكا في بلاستيكات ما غاديش كنغسلو تنبغي نطيبو ونغسلو. هذه جد السانديه قال لي 40 درهم خلاها ليا ب 30. انا السانديه كتعجبني بنينه كتجيني هي بنينه على الصول. وجبت هذه فينيدا اولا الكابيرا. وجبت البنات هذا شفتو داك النهار من سميتو من درب السلطان زوين فما كلتو. غادي نستفو نديرو في الثلاجه تقريبا ما خسرتش بزاف شي 2000 ريال في الحوت تقريبا 55 على 40 درهم تقريبا 1100 ريال. ايوا هذه راه غادي ديري ما غاديش ندير هذا مازال هذا غنديرو لاطا. ايوا هادي راه غتجي واحد الفريتور هكا من الشكله على زويناتها. صافي البنات غنشارك معكم شنو تقديت من المعارف انا ونهيله. زعما شتاليت فراسي واحد شويه ما هي ديك الصنداله حطيتيها عينيا هذيك الحله ديال الصخره شريت صاك واخيرا غندير صاك. شوف انا تلاقاو معايا بالزرقاء هز البسطام هز النضاضر هز التليفون اللي كنصور بطبيعه الحال هما الاخر اللي كنهضر فيه ما كيخرجوش معايا. يا نهيله خذي الصاك يا ربي نهزو. واخا اليوم راك تخرجه وما هزيتوش دابا راه ماشي هو النهار اللي خرجنا فيه البارح راه غد لاخر. اليوم راك تعاد امينه مسكينيه دابا نزل معكم فيديو عن مسكينه مريضه ومشيت عندها شتا.
هي تقول لي نوالا واش ديتي معاك الصباح ما ديتيش شريتي البارح وما ديتيهش ما ولفش ما ولفش حق الله وزوين جافن ها هو البنات الصغيك اللي خديت تتقول لي كيف جاكم تقريبا هذا ثاني صاك كنشري وجيبها لي اختي واحد ديال الدو ما كنديروش مع صغير شويه في الحقيقه جيني ديال البنيات ياك الله علاش ما كديريش انت تنديروش وصافي زوين فن حتى انا كيبغي سيرام كبار حتى عندي بزاف ديال الحوايج زوين جات فن شو دايره في عبايتي زعما عمرته هذا البلاص 100 درهم السكن 100 درهم وهذا خداته نويله 90 وقيله حيت شي واحد هما عطاته 200 رد ليها 10 دراهم شي واحد في هادو غنوريه لكم ب 100 ب 90 شوف خدات هذا ديال ديور لا عطاك ديال برادا بخاطه هادشي غندور بغيت لي شي ديور هنايا لا بخاطه ولكن شوف والله حتى زوين انا عجبني حتى انا خرجت دايره كان هكا البنات اللي كيبغيو يديروا السويكات قدامهم راكم عارفين داك الجيب صغيور عوض نلقى كل مره نحلصك خشيت فيه الصرف عرفتو ثقيل بالصرف خشيت فيه لا بواطه ديال اللي كيت غتحلي دابا غتلقاي فيه 4 دريال 4 دريال 4 دريال مني على المزلوطه قسما بالله جمعه 4 دريال ترى شي نهار غادي يوليو يقول لك لا عندو 4 دريال غياخذ مليون صح شي نهار في الجمعه عندك جبريل اصلا مسكينه خليها طمع ها الصويك الاخر يا اختي دينا على الصويك الصويك الصاك الصاك الاخر هو زوين انا عجبني هذا اللي في صالوغو حتى هي اي في صالوغو الايميتاسيو الخامسه السته السابعه المهم شوفوا نتوما ولكن زوين ولكن شوف والله الا زوين الانسان ما غاديش يوصل لايف صالوغو ولكن غايدير حاجه قريبه ليها اه ما انا ما عندناش ما لبسوش ما عندنا اختي مشي شي لك راسك بجوج المليون ثلاث المليون باش تخيل على خاطرك اه يشوفوا اختي وصاك الله يشوف راسك ما يشوفوش ها هو البنات هذا 100 غيكون هذا هو 100 نهيلة اه هذا هو اللي سولتني ديك المره قال لي 100 درهم البنات النعت واقيلا النعت البنات واضح الاخوات قالوا لي واش كيدير لا ليفغيزون ما عندي حتى فكره من نمره التليفون تاعو ما عنديش وحق الله ما عندي هذيك البلغه واحد الاخت قالت لي خليها لي انا ناخذها من عندك ولكن الكومونتير ما قريتو حتى الغد الاخر حتى ديتها انا خديتها بديتها بالنمره قل وخديت السلباج حيت ما لقيتش لك حل الحل ما كاينش وهذه راه كتحل نجبد هذه هذه محلوله هادو البنات راه كيتحلوا ويتسدوا المهم هاي البنات انا بدلتها بهادي عجبتني بزاف والباج بانت في حقيقه بينات البليغه صراحه جاتك فنه الباج فنه وجات زوينه في اللبسه جات واعره هذه النمره 40 ها انتم البنات انا شريتها من باغي شفتو ايه ارميس باغي اه دي ارميس شنو هي شنو هي سميتها ارميس لا لا حيتاش هذه ايميتاسيون ديالهم باش ما يضربوش وديك الكوبي راه ارميس كاينه لا 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 راه هي ارميس نيت ياكي شنو ارميس شي ماركه اه ماركه معروفه فاش اختي وي لا ماركه معروفه دابا تيديروا حيت وقيله هاد الايميتاسيون تيديروا شي كتبوا ارميس اه هي بحال داكشي ديال الكوبي ارميس اه شوفوا البنات هيا زوين ولا فنه هذه البنت راه 160 درهم وفي المعارف دايره 180 درهم عند واحد السيد دايره 180 وخديت هادو البنات اللي تستعمل هذه خديتها للسوق ما نكذبش عليكم خفيفه ريشه دايره 60 درهم عرفتي شحال خفيفه حيت قالوا لي الاخوات خدي شي حاجه عاليه خدي ميديكال انا ما خديتش الميديكال البنات خديت هذه ب 60 درهم هكا للسوق للحمام غادي نسخرها غير هنايا غادي نسباتها عند امي نلبسها وهذه شراتهم ليا نهيله شكرا لله الله يعطيها الخير فايته خدات لي شكرا نهيله فايته شرات لي بحال هذه في الكحل ولكن خدات لي نمره كبيره ولات رجلي كتمشي وتجي فيها من مشيت قيست هذه عجبتني تقول لي خذها قلت لها لا غنشريها انا قالت لي والله ما تشريها هذه ب 80 درهم كتجي فنه في اللبس ولقيت بزاف البنات شارينها تما تما لقيت الاخوات ما كنعرفهمش انا الناس كاينه في المطار كيشريوها كاينه في المطارد وكاينه في الصفر كاينه هي هو نيت وكاينه في الكحل كاينه في الكحل صافي هذا من الويانات اللي فيها مازال في القبايل شحال هذه حتى دايره شحال الدويه كاينه كانوا في الوينات كثار دابا هادشي اللي بقى وما كدورش عرفتوا انا كنخرج بها للزنقه بزاف ما كدورش زوينه غا هي كبارت عليا حيت هي اصلا خدات لي نمره كبيره وساعدت وخدات لي هذه يعني دايره 150 درهم ولكن فنه هي عرفتو كي تجي في اللبس كتجي واعره ديال الجين دار مابقاش فيها شوفوا زاره زعما راه مابقاش فيها مابقاش فيها هادي اخي وحده خديتي ما تبقات وحده اخرى كاينه وحده صغيره كاينه 36 مابقاتش هادشي اللي خدينا هي كانوا هايلين صافي هادشي اللي خدينا البنات والخير وتبارك الله وهادشي اللي كاين
ونوري بالنسبه للدواء، انا غنوريكم الورقه ديال الدواء، حيت الدواء انا راه شربته تقريبا، عطاني هو شهر نكمل فيه الدواء ورجع عنده، باقا ما رجعتش عنده. بقى عندي واحد نوريه لكم، ها هو، حيت قالوا لي الاخوات ولينا الدواء ديال هذاك ديال التهاب مفاصل اللي خرج لك داكشي خرج لك الطبيب، خرج لي هذا البنات سميتو الحاجه امينه، قالت لي وريني المساج اللي جا لك انا هنا، قالت لي وريني المساج اللي جابت لك التيكا من برا، وقلت شي زوين، ها هو زوين فن، عرفتوا ملي كنديرو كتحسوا بواحد الراحه. وخرج لي الطبيب حتى واحد الدواء، راه اللون تاعو راه اختي داك الدواء لون ليموني، الكرطون تما بقاش عندي كاين في ديك البواطه ديال الدواء ديالي، هذاك زوين، هذاك كيعطيك واحد الالام، بحال دابا انا كان عندي الالام في الكتاف وفي الدراوع، هذا كديري كنت تحرقي كتحسي بالحرق لداخل، ويلا كانت مع العنزه ما كدورش عنقها، ودارته والله الا يومين تقريبا حس بلاصه بخير. لا هذاك الفاني دير بحال ديال الخرقوم، دير تقريبا شي 160 درهم اولا 170 درهم، صراحه زوين ملي كديرو كتحسو بواحد الراحه، ملي كتشربوه ملي كتشربوه كتحسو بواحد الراحه، وبالاخص الراحه الليليه، دابا الالام مكيخليكمش تنعسو، هذاك ملي كتشربيه في الليل كتنعسي انسان، ماشي غنقول لكم كترفعو، ولكن ما كيبقاش عندكم الالام، الالام اللي كتخليكم ما تقدروش تنعسو هو تيهدئها، تقريبا دا مهدئات البنات. هذا خرج لي هذا ايبروميكس، ما نعرف حيت مادام ما لقاتش لي نضاضري، ها انت شوفوا انتم البنات، هذا زوين حتى هو خضرني في المعده ولكن زوين. هذا خرجوا لي الطبيب مساج حتى هو زوين، هذا خرجوا لي الطبيب، هذا هذا جابته لي اختي تيكا، وهذا هاد الباندا جابتها لي تيكا، زوينه فرحت في ليا، هادي كتلويوها على رجلكم هكا ملي كتكون تحسوا بالحرايق، ولا كتلويوها ها هي البنات، عرفتوا فيها الريحه ديال فليا فنه. هادي البنات واحد البواطه كندير فيها الدواء، الله يعفو عليا وعليكم، واي واحد كياخذ الدواء الله يعفو عليه من الدواء. هادو كانت خرجتهم ليا الطبيبه ديال الفيتامين دي، ولكن عيانين صراحه ماشي شي حاجه. ها هو يا البنات الكارطون تما بقاتش عندي، ولكن ها سميتو، اجانو غير قرايات السميه اختي، راني ما دايراش نضاضر والله ما كتبان ليا شي حاجه. نوراكسون، نوراكسون ياك، نوراكسون كومبريمي، هذا ماشي هذا راه ماشي دواء، هذا بحال المكمل، هاو ولكن زوين. انا قلت يمكن قلت يمكن من الخرقوم، يا كانوا هايله، واقيلا اختي واقيلا يمكن من الخرقوم، حيت البنات الخرقوم الا قدرتو تشربوه هكا في الماء، ديروا واحد كويز الصباح، راه كيمهدئ مهدئ بزاف وكيصلح لحريقة المفاصل، مخير كيصفي البشرة بصح. المهم هو، ولكن تجيبو، انا كنجيب الخرقوم طري، كناخد داك الخرقوم اللي بحال سكينجبير، كيجيبو لي نيت هشام مسكين، هذاك كنحك منو شويه كنكب عليه الماء دافي كيطلق وكنشربو، كيما كنتابعش ديما. دابا انا هادشي ما كنقدرش نشربو الصراحه، كيروعني ما كنقدرش عليه، دابا انا الدواء وراه ما عنديش معايا كنشربو لانني واقفه عليه محتاجه ليه. وخرج ليا رولاكسيوم، هذا الطبيب ديال، انا غتشوفوا الورق، غنطلع لكم ورقه ديال الدواء وتشوفوا الدواء اللي خرج ليا، المهم الاخوات غادي يعرفوا الدواء، انا راه حيت ما بقاوش ديكرات حيت ساليته. خرج ليا رولاكسيوم، رولاكسيوم على ود حيت الانسان كيكون معصب راه كيبان، كيكون يدوي معايا وداكشي كيبقى يقول لي ما كي معصبه، وراه ما كاين ما يعصب البنات، انا كنقول راه ما معصباش، ملي كنكون كندوي كنبان راني معصبه. المهم الطبيبه كتكز هكا، انا كنقول ما معصباش، ها الطبيبه قالت لك معصبه، الطبيبه قالت لي دابا الطريقه باش كندوي وداكشي يقول لي راكي معصبه، وانا كنقول والله الا كنقول انا راه معصبه ما في حاجه. صافي الناس غادي يقول لكم بالسلامه عليكم، وخليت لكم الراحه وفي امان الله.